انا معروف ان انا وهالة سيدي اصحاب انتيم جدا من زمان، من واحنا صغيرين يعني من بدايتنا. هالة كل سنه تصوم معايا اول يوم رمضان وتيجي تفطر معايا، ده طقوس طول عمرنا وما بنعتبرهاش انها يا عامله حاجه غريبه او بتاع، يعني الله. عادي جدا كل سنه تصوم اول يوم رمضان وتيجي تفطر معايا، وانا كل سنه في العيد بتاعهم بروح الكنيسه معاها بالليل اللي هو ليله العيد، في بقى القداس وهيفطروا، اروح معاها الكنيسه اسلم على الناس واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واطلع معاها بقى بعد كده على البيت الفطار بقى بتاعهم، ناكل لحمه بقى وناكل حاجات بقى فته ومش عارفه ايه. فده عادي جدا وما بنعتبرش ان انا بعمل شيء غير عادي او ان هي بتعمل شيء غير عادي. لا. احنا طول عمرنا في مناسبات بعض ومع بعض. انا امبارح كنت في المركز الكاثوليكي وكان في جميل كده يعني اوركسترا وكورال الاطفال بيغني اغاني دينيه جميله جدا بمناسبه عيد الميلاد المجيد. نص الصاله مسلمين. نص المكان اللي احنا فيه، نص القاعه مسلمين والناس تاني مسيحيين. دخلت سلمت على اصحابي كتير جدا مسلمين موجودين. احنا طول عمرنا كده، احنا طول عمرنا حاجه واحده، مش كلام ومش انشا، كلمه نسيج واحد والوحده الوطنيه هو شيء واقع وحقيقي. هو الناس دلوقتي الناس ما بقتش تقتنع بالانشا.